لا يزال النادي الأهلي يتصدر كل الترشيحات للجوائز والأرقام الكبرى خلال هذا العام. الحقيقة تفرح وانت بتشوف القائمة المختصرة لجوائز الكاف، زي ما كنا من شوية فرحانين وسعداء وفخورين بانتمائنا لهذا النادي الكبير وهذا الاسم العظيم، الاسم النادي الأهلي. لما تلاقي كرسي السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي موجود، والله الواحد أول لما شاف الصورة، أول يعني واحنا رايحين النادي نشوف الجمعيه العموميه وشفنا هذه اللقطه، والله الواحد جسمه اشعر وهو واقف. مش انا لوحدي، كثير من اعضاء الجمعيه العموميه اللي كانوا طوال الجمعيه العموميه ما كانش حد بيتكلم غير على عمرو فاروق، اخباره ايه؟ فلسه الصديق العزيز هاني ادريس بعت لي بيسالني على صحه الاستاذ العمري. الاستاذ العمري زي ما قلت لحضرتك هو في غيبوبه منذ اول يوم وحتى الان، ومش عارف اقول لك ايه، ولكن او اقول لكل جمهورنا ايه، ولكن لا تنسوا الدعاء للعمري فاروق. هو ده اللي اقدر اقوله خلال هذه الفتره. والله اول ما هيبقى في جديد هنطلع نقول لحضراتكم ايه الجديد، ولكن كل ما يقال، كل ما يقال خلال الفتره اللي فاتت هو معظمه كلام غير صحيح. أنا بس بحب أكد على هذا الأمر يوميا، علشان طول النهار الواحد بيجي له تليفونات، ويعني ولما بنقابل الناس في كل مكان بيسألونا عن هذا الأمر. فمرة تانية بقول لحضراتكم أستاذ العمري فاروق ما يزال في غيبوبة حتى الآن، وإن شاء الله الأيام القادمة يا رب يا رب ببركة دعاء كل المصريين لهذا الرجل يقوم بالسلامة مرة أخرى. أكتر من كده ما أقدرش أقول لحضراتكم أي حاجة، أو ما عنديش أي حاجة أقولها في هذا الأمر. بتفرح لما تشوف مثل هذا المنظر، وده يعلم الأجيال اللي جاية إيه؟ منظر الكرسي وهو جنبه جنب كابتن خطيب، يعلم الأجيال القادمة الانتماء والروح وكل هذه الأمور. ولكن من الجانب الآخر تلاقي الأهلي مرشح لأفضل نادي، وتلاقي أربعة من لاعبته مرشحين للأفضل داخل أفريقيا، الشناوي وكهربا وبيرسي تاو وعلي معلول. كمان الشناوي في القائمة المختصرة لأفضل حارس، يعني كأفضل حارس وأفضل لاعب. مارسيل كولر كأفضل مدرب، قبلها بأسبوع تلاقي كولر تاني أفضل مدرب من حيث النتائج على مستوى العالم، مناصفة مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي. فدايما دايما النادي الأهلي بيديك فخر وعزة في كل شيء. هي دي الصورة، الصورة دي الواحد أول ما دخل وشافها افتكرنا كل حاجة حلوة. وكابتن خطيب هنا بيعلم الأجيال القادمة الأهلاوية وغيرهم، بيعلمهم أنه العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي موجود وحيفضل موجود، كرسي موجود وحيفضل موجود جنبي. هو ده كابتن خطيب. كابتن خطيب مش رئيس النادي الأهلي فقط، لا، كابتن خطيب بيؤدي رسالة اجتماعية لكل الشباب اللي طالع بهذا الشكل على وورا الكرسي كلمة أخرى بتوريك الكرسي ده محطوط فاضي ليه، أو محطوط ليه أساسا، عشان المبادئ اللي نادي الأهلي بيعلمها وكابتن خطيب بيعلمها لكل الأجيال اللي جاية بتتعلم من المنظر اللي احنا فيه أو من الشكل اللي احنا فيه. الناس ما بتقولش شعارات وخلاص، ولكن ممكن تكون دي معمولة علشان الأجيال القادمة تتعلم إيه اللي بيحصل، وفخر للنادي الأهلي. ما هو في حاجات إيجابية لازم نتكلم فيها ولازم نعليها ولازم نشوفها بهذا الشكل وبهذا المنظر، لأن الحقيقة كابتن خطيب كرئيس مجلس إدارة للنادي الأهلي هذا الرجل يعني له دور كبير جدا جدا في كل حاجة، في كل حاجة. كابتن خطيب بقيمته، كابتن خطيب بأخلاقه، كابتن خطيب باسمه، كابتن خطيب بتاريخه، كابتن خطيب كلاعب كورة، كابتن خطيب كرئيس نادي، كابتن خطيب كنائب رئيس نادي، قيمته الكبيرة. وورا كرسي الأستاذ العمري المبادئ. سبحان الله، والله ما يعني سبحان الله، هي صدفة ولكن هي دي مبادئ النادي الأهلي. أنا اللقطة دي من يوم الجمعية العمومية احنا شفناها لايف، فمن يوم الجمعيه العموميه الواحد مبسوط. هتقولي لا مش من التعب العمري، لكن انا مبسوط من المسجز اللي الناس كلها بتشوفها من خلال اللي حضراتكم شايفينه،
من خلال الجوائز اللي في كل حته ما تلاقيش غير اسم النادي الاهلي، مدرب، احسن مدرب، احسن لعيبه، احسن نادي، احسن رئيس نادي، احسن في كل الاستفتاءات في كل حاجه. فالحقيقه حاجه كده يعني والله الواحد بيقف يتفرج عليها كل شويه، عايز اقعد اتكلم على اللقطه دي، مش عايز اتكلم على حاجه تانية النهارده، ولكن بهذه اللقطه بالفعل اتعلمنا كتير جدا جدا. ومش احنا بس، احنا بنعلم اللي جايين، بنعلم الناس اللي بتتفرج، مش انا، كابتن خطيب ومجلس ادارته بيعلموا الناس اللي بتتفرج انه يجب احترام الجميع، وان المبادئ والاخلاق هي التي يجب ان تسود خلال الفترة القادمة.